الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا الوعد والوعيد في هاتين الآيتين جاء بعد ذكر الله تبارك وتعالى أنه أهبط آدم وزوجه إلى الأرض، وأهبط معهما إبليس الذي أهواهما، وكان سبب خروج آدم من الجنة أنه أكل من الشجر التي نهاه الله تبارك وتعالى أن يأكل منها، فقال الله تبارك وتعالى لهم بعد ذلك: قلنا اهبطوا منها جميعا، يعني آدم وحواء وإبليس. ثم قال جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والهدى الذي وعد الله تبارك وتعالى به آدم وزوجه والرسالات والكتب التي ينزلها عليهم والوحي الذي يوحيه الله تبارك وتعالى إلى رسله، لأن هذا هو كل الهدى، كما قال الله في القرآن: هدى للمتقين، وقال: هدى للناس. فأخبر سبحانه وتعالى أنه سيرسل هدى، يعني إلى ذرية آدم، وأخبر سبحانه وتعالى قال: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جاءت البشارة باتباع هدى الله تبارك وتعالى، وهذه تطمين كامل، فلا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا هم يحزنون فيما يتركون. وهذا الله تبارك وتعالى يجعله يعني سلامة وأمن وطمأنينة كاملة لمن اتبع هدى الله تبارك وتعالى. فمن تبع هداي فلا خوف عليه ولا هم يحزنون، والجنة لا حزن فيها، كما قال الله تبارك وتعالى عن أهل الجنة: يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. فالحزن والمشقة إنما هي في الدنيا، والجنة ما فيها شيء. ولا خوف، فلا خوف عليهم فيما يستقبلون إذا اتبعوا هدى الله تبارك وتعالى، ولا فيما يتركون خلفهم. فهذا أول هذه بشارة، وهذه رتبها الله على اتباع هدى الله تبارك وتعالى، وهذا إخبار منه سبحانه وتعالى بعد إهباط الأمر ب إهباط آدم وزوجه إلى الأرض. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا وعيد، الذي يكفر ويكذب آيات الله، الله قال: فأولئك، بالإشارة بالبعيد يعني إبعاد لهم، أصحاب النار. والصحبة تطلق على الملك وعلى المصاحبة والمصاحبة الملازمة، فأصحاب النار يعني ملازموها، أنهم في النار ملازمون لها ملازمة كاملة لا يخرجون، هم فيها خالدون، هم في هذه النار خالدون لا يخرجون. فالكافر قد كتب الله تبارك وتعالى عليه الخلود في النار، خلود لا ينقطع ولا ينتهي. وهذا وعيد، وعيد شديد لمن تنكب وترك أمر الله تبارك وتعالى. ومثل هذا قول الله تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا
ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهذا الوعد والوعيد جاء أيضا بعد إخراج يعني آدم وإهباطه إلى الجنة، كما قال تبارك وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قلنا اهبطا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فارغة كافرة، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهذا الوعد والوعيد جاء مباشرة بعد إهباط آدم من الجنة إلى هذه الأرض ديت. فهذا كان الله يخبرهم أن هذا هو الميزان على الطريق، حيجيه هداية ليتبع هذه الهداية هذا مآله، والذي يتنكب ويبتعد عن هذه الهداية هذا مآله. من الوعد والوعيد بعد ذلك الذي جاء بعد هذا، أخبر الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل، وجاءت أوامر لهم من الله تبارك وتعالى، وفي إثر الأوامر تحذير، هذا وعيد ووعد. يقول الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم جملة شرطية وفيها وعد أنهم إذا وفوا عهد الله وفى الله تبارك وتعالى عهده معهم، وعهد الله معهم كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نخيلا وقال الله إني معهم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فهذا الوعد والوعيد بعد هذا العهد، أن الله أخذ هذا العهد عليهم وقال لهم: إن قمتم بعهدي وفيت لكم عهدكم. فعهد الله معهم، قال: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، هذا يعني الشروط التي أخذها الله عليهم، عهد الله عليهم، ثم بين الله تبارك وتعالى وعده لكم، قال: لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم قال جل وعلا: فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم بين الله بقى عقوبته لهم، قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فهذا ما ضربهم الله به وأوعدهم به. قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم، واللعن هو الطرد من الرحم، وجعلنا قلوبهم قاسية لا تستمع للحق ولا تلين له ولا تجيب له، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني من قسوة القلوب إن كلام الله يحرفونه يبدلونه عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به، كذلك تركوا كثير من الشرائع التي أمرهم الله تبارك وتعالى بها، وقال: ولا تزال تطلع على خائنة منه، يعني أن الخيانة خلاص في دمهم، دائما يخونون، ما هم أمناء. وهذا من العقوبة التي عاقبهم الله تبارك وتعالى بها، قال: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا خليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
فهذا الوعيد والوعد جاء لبني إسرائيل في أول آية الله خاطبهم بها في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدي وإياي فارهبون. خافوني خافوني لا تخافوا يعني غيري وإياي فارهبون، والرهبة أشد الخوف. والحمد لله رب العالمين.